وننتقل الآن إلى موضوع آخر أيضا في الصلاة، نسمع باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة، الألف واللام هذه ماذا تسمى عند علماء اللغة؟ إذا أقيمت الصلاة الاستغراق أكيد العموم، صيغة عموم. هذه الألف واللام تفيد العهد من جهة، وتفيد الاستغراق من جهة أخرى. تفيد العهد الصلاة، أي صلاة الفريضة، وتفيد الاستغراق أنها جميع صلوات الفريضة، سواء الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فأي صلاة فريضة أقيمت فيها الصلاة فعندها لابد ألا تصلي النافلة. شو النافلة المقصود فيه في الأخير؟ شو المقصود؟ ما هو إذا راكع على الحيط مش راح تركز معي. اللي فوق الأربعين يركع على الحيط، أقل من أربعين قدم يا شواورة. فبالتالي إخواني في الله تنبهوا إلى هذه الأشياء التي ننتبه إليها. فأي صلاة؟ الجواب تحية المسجد. واحد، تحية المسجد. اثنين، السنن الرواتب. ثلاث، شهر الضحى. ووقت الفريضة بنقول لك قيمة الصلاة وقت الضحى، ما في صلاة فريضة. ثلاث، بين الأذانين. أربعة، سنة الوضوء. أحسنت. إذن هاي الصلوات التي هي تقام الصلاة للفريضة وبإمكانك أن تصليها، فماذا تطالب وقتها إذا أقيمت الصلاة؟ تسليم، ترك الصلاة. نعم، فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة، لا صلاة، هاي اللام إيش تسمى عند اللغويين؟ نافية. نعم، لا النافية للجنس. وصلاة هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا لا يوجد أي صلاة نافلة. ليش بنحكي العموم؟ لأنه بعض العلماء قال هذا لا ينطبق على سنة الفجر. الجواب أن هذا النهي ينطبق على سنة الفجر وباقي السنن. طيب، اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة نافلة، الله أكبر، شوفي، إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة نافلة، سواء سنة الفجر، سنة الظهر، سواء سنة الوضوء، بين الأذانين، تحية المسجد اللي ذكرتموه أنتم، طيب، وكان قد ابتدأ، متى ينصرف ويترك الصلاة؟ هل إذا كان قد قطع ركعة ينصرف؟ هل هو في التشهد الأخير ينصرف؟ هل هو إذا كان في بداية الصلاة؟ يعني في أي حالة من الأحوال ينصرف، وفي أي حالة من غير الأحوال لا ينصرف. اختلف العلماء في ذلك على هذه الأقوال. القول الأول أنك إذا كنت قد أديت ركعة، وبالتالي تتم الركعة الثانية على عجلة. القول الثاني أنك إذا كنت حتى في بداية الصلاة فلك أن تتم. وقول ثالث أنك إذا كنت في أقل من ركعة ف
فلك أن تتم القول الرابع أنك تنصرف وتخرج من الصلاة حتى لو كنت في التشهد الأخير. أقوال، ويوجد أقوال غير كلام طويل للعلماء، والحافظ ابن حجر أثار هذه المسألة في فتح الباري وذكر أقوال ونقاشات وكلام طويل. طيب الآن الراجح في المسألة ما هو؟ تفضل. ترك الصلاة. ترك الصلاة، متى تترك الصلاة يا أغوار؟ من البداية. لما تسمع يمشي. من البداية إلى النهاية. حسب إذا غلب على ظنه. حسب إذا غلب على ظنه. حسب إذا غلب. حسب إذا لحق الركعة الأولى يكمل. يعني أنت مع القول إنه إذا بتلحق الركعة الأولى مع الإمام فإيش؟ بكمل. اترك في جميع الأحوال. يقول لك يترك في جميع الأحوال. حتى لو كنت في التشهد الأخير. يقدر إذا كان يستطيع أن يتم الصلاة قبل أن يبدأ الإمام بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فيكمل، أما إن كان يعلم أنه لن يستطيع أن يكمل الصلاة. إذن أخونا يقول الأمر مربوط أنه يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، إذا كان سيدرك يتم على عجلة، وإذا كان لا يدرك فبالتالي ينصرف. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة. طب احنا نقرأنا الحديث هذا. يترك الصلاة. يترك من وين متى يترك؟ احنا بنقول لك يا حبيبي. عند الإقامة. عند الإقامة. الله يعطيك العافية. إذا الآن المبحث إخواني في الله، في أي حال يترك؟ في كان في البداية ولا في المنتصف ولا في الأخير؟ فهذه أقوال مذكورة للفقهاء. وحقيقة أنا مع القول الذي يقول بالعموم. وهي أنك تنصرف من الصلاة حتى لو كنت في التشهد الأخير. في خلاف؟ في خلاف. مشايخي نفسهم مختلفين؟ نعم مختلفين. العلماء مختلفون؟ نعم مختلفون. لكن هذا الذي ينشرح صدري إليه، أنك متى كنت في صلاة فاخرج منها حتى لو كنت في التشهد الأخير. طيب الآن كيف تخرج منها؟ هل تسلم ولا من غير تسليم؟ وليش؟ لما؟ هل تسلم أم لا تسلم ولما؟ شيخنا من غير تسليم. من غير تسليم لما؟ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. شو اللي ما ثبت؟ إقراره أو رؤيته لصحابي. طيب خلينا نشوف جواب آخر. تفضل. ينصرف من الصلاة من غير تسليم، لأن التسليم يكون في نهاية الصلاة. لأن التسليم يكون في آخر الصلاة. تحليلها التسليم. وتحليلها التسليم. نعم، على قولين للفقهاء، منهم من قال يسلم ومنهم من قال لا يسلم. والذي قال لا يسلم كما قال الأخوان هنا، واحد لأن التسليم لنهاية الصلاة. القول الثاني أو السبب الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث وقال لذاك الصحابي الصبح أربعة لم يأمره بالسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا القول الراجح وهو أنه لا يسلم، يخرج من الصلاة من غير تسليم. وعلى ضوئها أيضا اختلف الفقهاء، هل إذا أراد أن يفارق الإمام هل يسلم أم لا يسلم؟ إنسان دخل مع الإمام كما في قصة ذاك الصحابي الذي صلى وراء معاذ، فمعاذ افتتح البقرة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا افتتح سورة أتمها، فهذا الصحابي شافه افتتح البقرة قال لك شو معناته معاذ اللهم ارضى عنه راح إيش يكمل البقرة، أنا عندي إيش شغل. فانصرف من الصلاة، خرج من الصلاة.
هل الخروج بالتسليم أم من غير تسليم؟ أيضا على قولين بالفقهاء، رواية أنه سلم، في رواية أنه سلم، لكن لا تثبت عند جمع من المحدثين. لو ثبتت هذه الرواية لكان هناك أقوال ونقاشات أخرى في المسألة. إذن هذا باختصار أنك يا أخي في الله متى كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فاخرج من الصلاة، على خلاف بين الفقهاء كما ذكرنا. ننتقل الآن إلى مبحث. تفضل. على نفس المسألة، إن كان الرجل في البيت وغلب على ظنه أنه سيبرك الصلاة وفي مساجد أخرى يعني تتفاوت في الإقامة، يصلي أم لا يصلي؟ هذا تتكلم عن صلاة النافلة، نافلة الفجر خاصة، نافلة الفجر العبرة المسجد الذي أذهب إليه، هل يغلب على الظن أنه أقام الصلاة؟ واحد. اثنين، هل يغلب على الظن أني سأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام مقدم على صلاة السنة. لما؟ لأن الشيء المتعلق بالفريضة دائما مقدم على المتعلق بإيش؟ بالنافلة.